أريد أسألك حقيقة عن المقال اللي نشر من بلقيس ويلي اليوم على justsecurity.org، وأريد يعني نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع حقيقة. هل فعلا الحكومة العراقية لا تجيب على كل التساؤلات التي طرحتها أو طرحها الهيومن رايتس ووتش؟ يعني هل فعلا هنالك انعدام في الإجابة أو انعدام في الإجراءات؟ كيف تصفون ذلك؟ شكرا على الاستضافة. أول شيء، هناك انعدام في الإجراءات مش الاستجابة، لأن كانت هناك بعض الاستجابات. يعني الحقيقة تقال، لقد طرحنا هذه المسألة في اجتماعات حكومية عديدة عقدناها منذ سنوات مع مسؤولين في الحكومة العراقية. يعني عقدنا اجتماعات مباشرة مع وزارة الداخلية، مع وزير الداخلية، مع وزير العدل، مع رئيس مجلس القضاء، مجلس الأعلى للقضاء، مع عدد من القضاة ومدراء السجون. يعني المشكل مش عدم التجاوب، لأن هناك تجاوب، المشكل هو عدم الإجراءات المعقولة المتخذة للإجابة عن أسئلتنا. يعني لطالما قيل لنا عندما نتطرق إلى مشكلة التعذيب، كل هذه المسؤولون رفيعي المستوى يقولون لنا إذا كانت لديكم حالات تعذيب محددة ارفعوها إلى مجلس الأعلى للقضاء واعطونا الحالات. فهذا ما فعلناه، يعني أعطيناهم أسماء المرافق التي تم فيها التعذيب حسب الشهادات التي استقيناها، أعطيناهم أسماء الضباط الذين كانوا حاضرين وقت التعذيب المزعوم، أعطيناهم أسماء الضباط المتهمين مباشرة بممارسة التعذيب بأنفسهم. يعني ذهبنا إلى حد تقديم رسومات خطية للزنازين التي يزعم أن التعذيب حدث فيها. فكل هذا من المفترض أنه كافي للسلطات لكي تفتح تحقيق. وشيء أخير أريد أن أضيفه بالنسبة للمعطيات التي قدمناها، أن جميع المعطيات التي قدمناها هي نابعة من ادعاءات متعددة ومتزامنة ومتقاطعة. يعني مش سجين واحد قال هذا الشيء، لا، السجناء عديدين قالوا نفس الشيء. فجمعنا معطيات وأعطيناها للمسؤولين، لكن الرد كلما يكون ما يعني أعطونا أسماء الأشخاص الذين قدموا الشكاوى، وما لم تعطونا أسماء الأشخاص الذين قدموا الشكاوى بالتعذيب لا يمكننا أن نفعل أي شيء. يعني بالطبع لا يمكننا أن نعطي أسماء هؤلاء الأشخاص، لأن هؤلاء الأشخاص قد يكونون في خطر، لكن السلطات تختبئ وراء هذه الحجة التي نعتبرها حجة واهية لعدم فتح تحقيق. لكن ألا تعتقد من حق المحكمة الاتحادية العليا أو السلطات المسؤولة يعني أن تسأل عن الأسماء، وإلا قد تعتبر شكوى كيدية بحد ذاتها؟ كما قلت لك سيدي نحن منظمة حقوقية، وشغلنا هو حماية الضحايا. فعندما يقولون الناس أننا يعني تعرضنا للتعذيب مرارا وتكرارا، وعندما نرى ورأينا ووثقنا أن محاكم، لا سيما محاكم الاستئناف، غالبا وفي أغلب الأحيان عندما تكون حالات أشخاص يشتكون في المحاكم أن تم تعذيبهم لا يستمع إليهم، وتخوض المحكمة بالاتهامات يعني الاعترافات بين مجدوجتين التي أصدرها هؤلاء الأشخاص تحت التعذيب لإدانتهم. فعندما يكون هذا الرصيد السلبي الكبير في المحاكم وإدانة أشخاص تم تعذيبهم وعدم أخذ عين الاعتبار يعني شكاواهم بالتعذيب، فمن الطبع أن يكون هذول الأشخاص يقولون لنا أنا أعطيكم شهادتي لكن لا تعطوا أسمي، لكن نعطي معلومات أخرى، نعطي معلومات تخص يعني الأشخاص أعضاء الأمن الذين هم مشكوك فيهم أنهم قاموا بالتعذيب، نعطي معلومات فيما يخص مراكز الاحتجاز، نعطي تواريخ، نعطي قلت لك حتى رسومات الزنازين. هذا كافي لفتح تحقيق إن كانت هناك نية لفتح التحقيق.